إذن 8 مليارات نسمة هو عدد السكان الذي سيصل إليه العالم في منتصف نوفمبر الجاري وفقاً للأمم المتحدة، ما يعني أن الأرض رحبت بمليار إنسان إضافي في نحو 11 عاماً. وإليكم مزيداً من الأرقام. 81 مليون إنسان هو متوسط معدل الزيادة في عدد سكان الأرض كل عام، و3% هي نسبة الزيادة السنوية لسكان العالم الذين يبلغون أعمارهم 60 عاماً فأكثر. 8 بلدان ستكون مسؤولة عن أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتى عام 2050، مصر والكونغو وإثيوبيا ونيجيريا وتنزانيا في أفريقيا، ومن آسيا الهند وباكستان والفلبين. 77.2 عاماً هو متوسط العمر المتوقع للإنسان في عام 2050. 9 مليارات شخص فاصل 7 هو عدد السكان المتوقع عام 2050. رغم ذلك ستشهد 61 دولة بل 61 دولة تراجعاً في عدد سكانها في نفس العام. وأخيراً 909 ملايين شخص هو العدد المتوقع لسكان العالم الذين يبلغ أعمارهم 80 عاماً وأكثر عام 2100.